أهلاً وسهلاً بكم أعزائي الطلاب في درس جديد من دروسنا المصورة ومادة علوم الحاسب للصف الثاني عشر المسار التكنولوجي الوحدة الثانية أدوات التطوير البرمجي وتقنيات الاختبار الدرس الثالث البرمجة التركيبية الجزء الأول فلنستعرض اعزائي الطلاب الخريطه الذهنيه للوحده الثانيه ادوات التطوير البرمجي وتقنيات الاختبار والتي تطرح اربع محاور اساسيه وهي لغات البرمجه عاليه المستوى البرمجه التركيبيه المكتبات البرمجيه واختبار البرمجيات وقد تعرفنا في الحصص السابقه على لمحه تاريخيه عن لغات البرمجه عاليه المستوى عن لغة الآلة ولغة التجميع، لغات البرمجة عالية المستوى، تصنيفات لغات البرمجة وكيفية فهم الحواسيب للغات البرمجة. أما اليوم فسنتعرف معاً على تقنية التصميم الهرمي، البرمجة التركيبية والبرنامج الفرعي. أهداف درسنا لهذا اليوم هي: أولاً سنتعرف على تقنية التصميم الهرمي. ثانياً: البرمجة التركيبية. أما ثالثا البرنامج الفرعي وخصائصه سنستخدم في درسنا مجموعة مصطلحات رئيسية فلنعرض بعضها باللغتين العربية والإنجليزية: التخطيط مشكلة فرعية ساب بروبلم البرمجة التركيبية modular programming اجراء او برنامج فرعي ساب استمرت الجهود منذ بداية ظهور أجهزة الحاسوب لتطوير الأساليب والخطط لضمان إنشاء برامج بشكل مبسط وبمظهر جيد ولكي يتم كتابتها وكذلك صيانتها بسهولة. وتختلف التقنيات حسب طبيعة المشكلة ومدى تعقيدها. ومن التقنيات المستخدمة لحل المشكلات المعقدة هي تقنية التصميم الهرمي. فما هي تقنية التصميم الهرمي عزيزي الطالب؟ تعتبر هذه التقنية أفضل طريقة للتعامل مع المشكلات المعقدة وكتابة البرامج المقابلة ويطلق عليها غالبا التصميم من أعلى إلى أسفل توب تستخدم هذه التقنية استراتيجية تعتمد على تقسيم المشكلة إلى مشاكل فرعية بشكل مستمر وكلما تطلبت الحاجة. تقسم المشكله الرئيسيه الى سلسله من المشاكل الفرعيه الابسط والتي يسهل حلها مما يؤدي في النهايه الى حل المشكله الاصليه يمكننا اعزائي الطلاب ان نعتبر ان المشاكل الفرعيه الفرديه بسيطه للغايه بحيث يمكن تصميم وكتابه الخوارزميات واجزاء البرنامج المقابل لها واللازمه لحلها بسهوله ويسر لفهم تقنيه حل المشكلات المعقده باستخدام التصميم الهرمي سنعود الى مثال المصرف الذي تم تناوله سابقا في درس مشروع الوحده الاولى هياكل البيانات المتقدمه وصف مسالتنا كالتالي اولا سيقدم البنك الخدمه لعملائه بناء على طلب وصولهم الى الفرع ثانيا لدى البنك صندوق واحد، ومتوسط وقت الخدمة لكل عميل دقيقتان. ثالثًا، لا يمكن أن يتجاوز الطابور أربعين شخصًا في البنك. فأولًا أعزائي، يجب تحديد مشكلتنا الرئيسية، وهي تقديم الخدمة لعملاء البنك عند وصولهم إلى الفرع، وعرض عدد الأشخاص الذين خدموا، والوقت المستغرق في خدمتهم عند الانتهاء. والآن لتسهيل حل المشكلة نحتاج مبدئياً إلى تقسيمها إلى أربع من المشاكل الفرعية. أولها إنشاء الطابور، والمشكلة الفرعية الثانية كيفية إضافة عميل جديد إلى طابور الانتظار لتقديم خدمة له. أما مشكلتنا الفرعية الثالثة فهي كيفية تقديم خدمة للعميل ثم حذفه من طابور الانتظار. وتنتهي سلسلة مشاكلنا الفرعية في المستوى الأول بمشكلة إحتساب وعرض الإحصائيات، أي عدد الأشخاص الذين خدموا والوقت المستغرق في خدمتهم، لتسهيل الحل أكثر يمكننا التعامل مع المشكلة الفرعية الأولى إنشاء الطابور على أنها مشكلة رئيسية، ونقوم بتقسيمها إلى مشكلتين فرعيتين جديدتين وهما: أولاً تعريف الطابور، وثانياً تحديد الحجم الأقصى للطابور. يتم تبسيط الخوارزمية النهائية للمشكلة بكتابة خوارزميات فردية مبسطة للمشاكل الفرعية التي توصلنا إليها، وأيضاً كتابتنا للبرامج الفرعية البسيطة يبسط البرنامج النهائي. أما الآن عزيزي الطالب فلتقم بإيقاف الفيديو قليلاً من الوقت للاجابه على سؤال النشاط الاول اجب بصحيح او خطا عند الاسئله التاليه اولا يستخدم التصميم الهرمي استراتيجيه تقسيم المشكله الى مشاكل فرعيه بشكل مستمر نعم احسنت الاجابه صحيح ثانيا تستخدم تقنيه التصميم الهرمي لحل المشكلات البسيطه فقط الاجابه خطأ. ثالثا: تتوقف عملية تقسيم المشكلة الرئيسية إلى مشاكل فرعية عند المستوى الثاني. الإجابة: خطأ. بل تستمر هذه العملية في جميع المراحل، أي المستويات المطلوبة لتقسيم كل مشكلة فرعية إلى مشاكل فرعية أصغر يمكن حلها ببساطة. استدعت طبيعة التصميم الهرمي التي تعتمد على تقسيم المشكلة إلى مشكلات فرعية ظهور نوع جديد من البرمجة يساعد في ترجمة أقسام المشكلة الفرعية إلى مقاطع برمجية، وأطلق على هذا النوع اسم البرمجة التركيبية، فما هي أعزائي الطلاب البرمجة التركيبية؟ تفصل البرمجة التركيبية وظائف البرنامج إلى وحدات بسيطة ومستقلة فمثلاً: البرنامج الرئيسي هنا مقسم إلى قسمين، القسم الثاني بسيط، فنقوم مباشرة بتنفيذ برمجته ليظهر لنا أننا نفذنا أول جزئية من البرنامج الرئيسي، ثم لتبسيط القسم الأول قسمناه إلى جزئين، الأول وهو 1.1 فسننفذ برمجته ليظهر أننا أنهينا جزئية أخرى من البرنامج الرئيسي، ومن ثم.. يُقسم الجزء الثاني 1.2 إلى قسمين، ننفذ برمجة القسم الأول أي كود 1.2.1 وبعدها ننفذ برمجة الجزء الثاني 1.2.2 لنتحصل أخيراً على البرنامج النهائي Final Code. لكل مشكلة فرعية جزء مستقل يتم كتابته بشكل منفصل عن بقية أقسام البرنامج. وهذا ما قمنا به في مثال المصرف، حيث قسّمنا برنامجنا إلى جزئيات بسيطة منفصلة لإنشاء الطابور، كتبنا أول جزئية لتعريف الطابور، وجزئية أخرى بسيطة لتحديد الحجم الأقصى للطابور، كما نفّذنا وحدة مستقلة خاصة بإضافة عميل، ووحدة ثالثة خاصة بتقديم الخدمة للعميل وحذفه، وجزئية خاصة باحتساب وعرض الإحصائيات. يمكننا أن نستنتج إذاً عزيزي الطالب أن البرمجة التركيبية تسهل من تطوير البرامج، تقلل الأخطاء، تسهل على المطورين الآخرين التحكم في البرنامج وفهمه أو توسيعه. يتم استخدام عملية التحليل المنطقي التالية عند تطبيق التصميم الهرمي ونهج البرمجة التركيبية لإنشاء برنامج. أولًا: نعرف المشكلة، ثم نحدد المشكلات الفرعية، ومن ثم نتساءل: هل توجد مشكلات فرعية؟ إذا كانت الإجابة "لا"، سنقوم بالتالي: تعريف المدخلات والمخرجات، تصميم الخوارزمية، تحويل الخوارزمية إلى الكود البرمجي، اختبار الكود البرمجي. أما إن كانت الإجابة "نعم"، فسنعمل على كل مشكلة بشكل مستقل. إن تحليل المشكلة هو أحد المفاهيم الرئيسية للتفكير المنطقي، لذلك فإن إنشاء الكود البرمجي النهائي يتم من خلال عملية تقسيم كل مشكلة إلى مشكلات أصغر. أما الآن عزيزي الطالب، ننتقل لحل النشاط الثاني بالإجابة على السؤال التالي: اختر الإجابة الصحيحة. البرمجة التركيبية: تفيد المطورين فقط على فهم وإدارة البرنامج الذي لم يكتبوه. تقلل من الأخطاء وتجعل من السهل على المطورين التحكم والفهم والتعديل أو توسيع البرنامج. تقسم المشكلة إلى مجموعة من المشكلات الفرعية التي يسهل حلها وبالتالي حل المشكلة الرئيسية بشكل منطقي فقط. الاجابه الصحيحه هي البرمجه التركيبيه تقلل من الاخطاء وتجعل من السهل على المطورين التحكم والفهم والتعديل او توسيع البرنامج اذا كان من الممكن وصف مشكله فرعيه بواسطه خوارزميه اذا سيكون من السهل كتابه الكود البرمجي الخاص بها وستمثل جزءا مستقلا من الحل اي برنامجا فرعيا فما هو أعزائي الطلاب البرنامج الفرعي عندما يؤدي جزء من البرنامج مهمة مستقلة يمكن حزمها كوحدة يتم كتابتها بشكل منفصل عن بقية البرنامج سيطلق عليها اسم برنامج فرعي ساب بروجرام أو إجراء فرعي ساب تطلق بعض لغات البرمجة على هذه البرامج الفرعية اسم إجراءات Procedure في مثال المصرف الذي قمنا بتقسيمه سابقًا إلى مهام صغيرة، استخدمنا ثلاث برامج فرعية مستقلة لإنشاء الطابور، لإضافة عميل، ولتقديم الخدمة للعميل، وحذفه من طابور الانتظار. ثم قمنا باستدعاء هذه الوحدات عند الحاجة إليها. لا يعتبر من السهل دائمًا تحليل البرنامج إلى برامج فرعية، وكما هو الحال عمومًا مع البرمجة. فلا يوجد قواعد محددة للتحليل الناجح. فكلما كان البرنامج أكبر وأكثر تعقيداً، كلما زاد مستوى صعوبة التحليل. وفي مثالنا التالي، أي مثال المصرف، إذا أردنا تقسيم العملاء بعد استقبالهم حسب نوع الخدمة التي يريدونها، أو حسب الجنسية، أو حسب الفئة إن كانوا ذكوراً أو إناث، فسيصبح البرنامج أكثر تعقيداً. ويحتاج إلى برامج فرعية أخرى. هناك ثلاث خصائص للبرامج الفرعية. أولاً، كل برنامج فرعي يمكن أن يتعامل مع البيانات كمدخلات أو مخرجات. أي كل برنامج فرعي يبدأ تنفيذه عندما يتم استدعائه من قبل البرنامج الرئيسي وينفذ أحداثاً معينة وينتهي بالخروج في النهاية. مثلاً هنا يبدأ البرنامج الرئيسي بتنفيذ التعليمات فبدأ بتعريف المتغيرات طباعة جمل إرشادية وإدخال اسم عميل إلى أن وصل إلى الحالة الأولى من البرنامج وهي إنتر فقام باستدعاء البرنامج الفرعي الخاص بإضافة عميل جديد وهو Add Client وعند الانتهاء من تنفيذ تعليمات البرنامج الفرعي عاد ليكمل تنفيذ تعليمات البرنامج الرئيسي. ثانياً: كل برنامج فرعي يجب أن يكون مستقلاً عن البرامج الأخرى. يقصد بهذا أن كل برنامج فرعي يمكن تصميمه وتطويره وصيانته بشكل مستقل دون التأثير على برنامج فرعي آخر. وبالطبع، من الصعب تحقيق الاستقلال المطلق وفي مثالنا سنعمل على تطوير البرنامج الفرعي Add Client فسنقوم باستقبال لقب العميل أي Name S Subname مع اسمه وإضافته إلى الطابور ومن ثم طباعة اسم ولقب العميل وعند تجربتنا للبرنامج سندخل الخدمة E أي Enter فنلاحظ أنه لم يطلب اسم العميل فقط بل طلب اسمه ولقبه ولكن عند تجربتنا للحالة إن أي next لاحظنا أنه طبع اسم العميل الذي سيحظى بالخدمة فقط دون اللقب الذي قمنا بإضافته وهذا يؤكد عدم تأثر دالة print كلاينت بالتعديل الذي حدث في البرنامج الفرعي آد كلاينت ثالثًا، يجب أن لا يكون البرنامج الفرعي كبير جدًا، حيث يجب أن يكون من السهل فهم كل برنامج فرعي يتم إنشاؤه من أجل التحكم فيه، وبشكل عام، فإن كل برنامج فرعي يجب أن يؤدي وظيفة خاصة واحدة فقط، فمثلًا في مثالنا، البرنامج الفرعي Add Client يرجع عدد العملاء في قاعة الانتظار بعد إضافة العميل الجديد. يمكننا أن نستنتج أعزائي الطلاب أن أي برنامج فرعي يؤدي المزيد من الوظائف يمكن وينبغي أن يقسم إلى برامج أخرى صغيرة. قم الآن عزيزي الطالب بإيقاف الفيديو قليلا للإجابة على السؤال التالي: اختر الإجابة الصحيحة: (البرنامج الفرعي) يمكن استخدامه في برامج محددة فقط. يمكن استخدامه في برامج أخرى. يمكن استخدامه في برامج فرعية أخرى فقط. والإجابة الصحيحة أن البرنامج الفرعي يمكن استخدامه في برامج أخرى. ننتقل الآن أعزائي الطلاب إلى حل التدريب الأول من الصفحة 163 من كتاب الطالب وضح المقصود بالبرنامج الفرعي ساب بروجرام وما هي خصائصه البرنامج الفرعي ساب بروجرام هو جزء من البرنامج يؤدي مهمة مستقلة يمكن حزمها كوحدة يتم كتابتها بشكل منفصل عن بقية البرنامج أما خصائص البرنامج الفرعي هي أولاً يمكن أن يتعامل مع البيانات كمدخلات أو مخرجات. ثانيًا، يجب أن يكون مستقلًا عن البرامج الأخرى. ثالثًا، يجب ألا يكون البرنامج الفرعي كبيرًا جدًا. الآن أعزائي الطلاب، فلننتقل إلى حل التدريب الثاني. حيث مطلوب منك باستخدام تقنية التصميم الهرمي إيجاد حل لمسألة نظام إدارة بيانات الطلبة. وصف مسألتنا كالتالي: في بداية السنة الدراسية يتم تسجيل الطلبة في النظام بإدخال بياناتهم الخاصة وجدول حصصهم. في نهاية كل باقة اختبارات يتم رصد الدرجة التي تحصل عليها الطالب في كل مادة وإصدار تقرير عن النتائج. لتسهيل حل المشكلة فلنحدد مشكلتنا الرئيسية ثم نقسمها إلى عدة مشاكل فرعية، فلتفكر معي عزيزي الطالب ما هي مشكلتنا الرئيسية في هذه المسألة؟ نعم أحسنت مشكلتنا الرئيسية هي تسجيل طلبة المدرسة على النظام وإصدار الشهادات، كشوف الدرجات، وإفادة النجاح. إذا سنعمل على تقسيم مشكلتنا إلى خمس مهام فرعية كمستوى أول. المشكلة الفرعية الأولى إدخال بيانات الطلبة، وبعد ذلك نحتاج إلى إضافة جدول الحصص الدراسية لكل طالب. أما مشكلتنا الفرعية الثالثة فهي إدخال درجات الطلبة، ومن ثم إحتساب درجات الطلبة، وأخيرا إصدار التقارير. نلاحظ هنا أن التقارير المطلوب إصدارها متنوعة ومختلفة ولتبسيط مشكلتنا سنعمل على تقسيمها إلى ثلاث مهام صغيرة أخرى وهي إصدار كشوف الدرجات، إصدار شهادات الطلبة، أما ثالثًا فإصدار إفادة النجاح والرسوب. أما الآن أعزائي الطلاب ماذا تعلمنا في درسنا اليوم؟ أولًا تعرفنا على تقنية التصميم الهرمي. ثانيًا البرمجة التركيبية: مفهومها والترابط بينها وبين التصميم الهرمي. ثالثا: البرنامج الفرعي: مفهومه وخصائصه. وفي الختام أعزائي الطلاب، أتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.